أنا أحب أنبه وأحذر الأخوة الأعضاء بأن هذا التشريع فيه لغم لغوي. كلمة يعول رايح تطلع كل الشرايح اللي قالوها من الزيادة. كان المفروض يكون يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن لديه 7 أولاد وليس لمن يعول 7 أولاد، لأن من يعول 7 أولاد معناه أعمارهم أقل من 21 سنة. كلمة يعول معناه المتقاعد اللي هالحين عنده 3 أبناء وكلهم دخلوا في سوق العمل، الزيادة هذه ما رايح تشملهم حتى لو عنده 4 أبناء آخرين. لذلك أنا أسأل وزير المالية بشكل واضح، وعليه أن يرد أمام المجلس والحكومة. لنفترض يا وزير المالية متقاعد الآن عنده 4 أولاد، حاليا عنده 4 أولاد لكنهم كبار بالعمر اشتغلوا وهم يمشون مع صاحب المعاش التقاعدي، هل رايح يزيد راتبه ولا بتقول هذولا لا اطلعهم من شريحة يعول ودخلوا في شريحة انهم موظفين؟ هذا جواب. انا ادري وزير المالية قاعد يشغل نفسه مع اللي حواليه علشان ما يرد، وهذه قضية انا اقول هذه تهد القانون بالكامل. الشيء الثاني، إذا شخص عنده 3 عيال وبيرتفع راتبه إلى 1065 إلى 1335 وبعد هذه الزيادة جاه أولاد خلال الفترة هذه بحيث أنه يرتفع العيال من 3 إلى 7، هل الزيادة والشريحة هذه هل تشمل الأولاد الجدد اللي يجونه بعد حصوله على الشريحة وهي شريحة 1065 و1335 ولا لا؟ أنا أبي أجوبة محددة من وزير المالية، لأني أنا مقتنع بعد هذا اللي شفته أن وزير المالية قدر يمرر هالموضوع هذا على اللجنة المالية مرره. وإذا كانوا يقولون رايح يستفيد من هالقانون أكثر من 60,000، أنا أقول لك في اللي أنا أشوفه ما رايح يستفيد حتى 20,000، لأن كل هالشرايح هذه كل أبنائهم اللي معاهم اطلعهم من شريحة يعول، كلهم كبار ويأخذون معاشات في وزاراتهم. لهالسبب يفترض حتى تتبنى الحكومة والمجلس بهذا التوافق وتبي تزيد المتقاعدين، يجب أن تستبدل كلمة يعول بكلمة من لديه 7 أولاد وليس من يعول 7 أولاد. ما فيه متقاعد يتقاعد يعول 7 أولاد، ما فيه. بعد 7 أولاد لما يكمل سن القانوني للتقاعد كل عيال أطلعوا من شريحة الأطفال ومن شريحة الناس اللي ما يشتغلون. لذلك سيد الرئيس أنا أنتظر رد وزير المالية على هذه الشرائح ويكون الجواب بشكل صريح وواضح. إذا قدر يمرره في اللجنة المالية مفروض ما يمر في المجلس. يجب أن تكون كلمة يعول. أرجو من وزير المالية أنه يشرحها لنا شرح واضح، شرح لغوي، ماذا يقصد بكلمة يعول؟ هل تشمل الأبناء اللي هالحين تجاوزوا هذا السن وبالتالي رايح يبقى الموظف على راتبه ما رايح يزيد؟ ليش؟ لأنه بيقول له أنت ما تعول عيالك اللي عندك لأن عيالك اشتغلوا. لهالسبب أنا أؤكد مرة ثانية باستبدال كلمة يعول بكلمة من لديه، وأرجو سيد الرئيس من الأخ وزير المالية أن يجيب.
كبير الفاضل مرزوق الحبيني، أنا أقول لك إياها الكلام هذا غير صحيح لعدة أسباب، وإذا أنا مخطئ ما عندي مشكلة أقول لك أنا مخطئ. أول شيء أبي أقرأ لكم ما هو مفهوم الإعالة: القيام بشؤون الغير وتدبير أموره ورعاية مصالحه أو الإنفاق عليه. فاليوم نتكلم بما في معناته أن هذه الكلمة راح تحرم فئة أو تشيل عدد أولاد من فئة مستفيدة، هذا الكلام غير صحيح. وأكبر دليل أن قانون التأمينات من 2003، وبقرأ لك النص الأصلي، يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول 5 أولاد أو أكثر. قانوننا اليوم الذي انتهت إليه اللجنة وفق تقريرها يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول 7 أولاد أو أكثر. فإحنا شلنا كلمة 5 أولاد، زدنا شريحتين صار 7 أولاد، لم يتغير شيء. وإذا أبي أوضح هذا الأمر وصرحوا لي الإخوان مفهوم، إذا قلنا مثلاً واحد يعمل وعنده 3 أولاد متوسط آخر 5 سنوات وتقاعد يعول 3 أولاد، راح يستمر معاه مدى حياته. لو أبي أضرب مثال، أضرب بنفسي أنا مثلاً، والدي عنده معاش تقاعدي ليه اليوم وأنا وزير هو يأخذ الرقم هذا، عدل ولا صلحوا لي بس؟ فبالنهاية أبو هاني الأمر هذا غير صحيح، سلمك الله. فهذا مستمر، ولكن الاختلاف وأنا أفهم وجهة نظرك إن إحنا إن بما في معناته إذا واحد صار 21 سنة ولا إذا واحد توظف تنشال منه، لا، هذا الموجود في القانون السابق ومستمر ومدى الحياة يكمل معه. أضيف لك بعد شغلة وهذه عشان تكون واضحة لأخ الرئيس للإخوان الأعضاء، لو واحد تقاعد وبعد 2-4 سنين من التقاعد يا له ولد راح ياخذ العلاوة الزيادة هذه وتستمر معه مدى الحياة لغاية 7 أولاد. فهذا الأمر مو صحيح، ولا حطينا كلمة نعني فيها أمر آخر. نص السابق نفس النص الحالي، كل شلنا كلمة 5 أولاد حطينا 7 أولاد، فعطينا شريحتين زيادة، وراح يكمل هذا الأمر لجميع المتقاعدين، ما في شيء راح يتغير. اللي يكون متقاعد ويجي له ولد راح ياخذ العلاوة وتستمر معاه مدى الحياة. فهذا الأمر غير صحيح، وهذا توضيح لك أخوي مرزوق الحبيني. شكرا لأخ الرئيس. دقيقة واحدة سيد، دقيقة واحدة، أنا برد على 2 مو على 1. أنا رئيس اللجنة رد علي والوزير رد علي. سيد الرئيس، أنا أهني وزير المالية على شطارته في اختياره للألفاظ. كلامك يا وزير المالية إذا يطوف على أحد ما يطوف عليه، كلمة يعول ما شرحتها لي. أنا أسألك بالله يا وزير المالية، كلمة يعول شنه معناها؟ معناها اللي ما اشتغلوا. لا تقول لي المصروف البيت ومصروف ما ادري، هذا الكلام شله من مخك. سيد الرئيس، هالكلمة اسجلها واقولها، وبتشوفونها فيما بعد اذا مرت مر هالقانون بهالمادة هذه، 30-40 ألف من هالشريحة اللي هو يقول يبي يستفيدون ما راح يستفيدون، لأن اللي عندهم من عيال تجاوزوا. شكرا لك وزير الخير. رجعنا بس تفضل. شكرا لك الرئيس. أخوي الفاضل مرزوق الغانم، أأيدك الكلام. يمكن اللي تغير في نهج المؤسسة في الوقت السابق، وأنا أكون صريح ودقيق مو بوقتي، في خلينا نقول آخر فترة، كانت المؤسسة تعتمد على الودائع. الآن في توجه الاستثمار، وإحنا في طور إقامة مشاريع، فهذا نوع من الضمان لاستدامة المؤسسة وتوفير دخل لماليتها. ولكن أعتقد السؤال مهني، السؤال الأهم شنو الهدف من إنشاء هذه المؤسسة؟ اللي توفير حياة كريمة ومعيشية للمتقاعدين، وهذه الشريحة اللي هي الحدود الدنيا، المتضررين اللي معاشاتهم، أنا دائما أضرب مثال اللي معاشه 740 دينار يدفع أقساط يصفى له 400، من بالكويت يعيش ب 400 دينار. أخوي بوهاني، أنا قلت تعريف الإعالة، اللي بوصل لك الله يحفظك ماكو شيء تغير، نفس اللي كان موجود القانون بالسابق الحين، إحنا زدنا 2. كلمة يعول بمعنى، وقريت لك إياها نصها قانوني، القيام بشؤون الغير وتدبير أموره ورعاية مصالحه والإنفاق عليه. فاللي يعول قبل لا يتقاعد ودخل تقاعد ما راح تنشال علاوة، بتستمر معاه حتى يعني نهاية حياته، وممكن يستفيدون منه يعني أو أبناءه وأيا كان كأسرته.
فماكو شيء تغير. هذا القانون نفس المفهوم، نفس غلاوة المعيشة. غلاوة المعيشة فيها يعول، وعلاوة الأولاد يعول، ماكو شيء تغير. نفس النظام اللي ماشي فيه، نظام الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية ونظام التأمينات الاجتماعية، مستمر في هذا القانون. لم يتغير شيء إلا كلمة واحدة، خمسة أولاد حطينا 10 أولاد، عفوا 7 أولاد، المعذرة على هذه الكلمة. شكرا لك. لك دكتور فلاح الهاجري، واخر ارجوك خطأ. ما يمكن يستمر النقاش، استحالة. ارجوك يا اخوان، اذا الباب اذا المدرجان ما يجوز يا اخ مرزوق، ما يجوز. ما يجوز يا اخوان، والمجلس يوافق نستمر الجدل. ثلاثين ثانية تفضل. مبارك منك. ثلاثين ثانية. السيد الرئيس، وزير المالية أكد مرة ثانية، قال المادة السابقة. أنا ما بيك تقولي المادة السابقة، أنا كلامي واضح يا وزير المالية. شخص متقاعد هالحين، عياله كلهم تجاوزوا السنة القانونية، هل الشريحة هذه تنطبق عليه ولا ما تنطبق؟ هو يتكلم القانون القديم هو نفسه. أنا ما قلت لك القانون القديم، اتركني من القانون القديم، أنا أتحكى الوقت. وجد تستطيع أن تقدم التعديل التي تأخذ مزيد. شكرا الأخ الدكتور فلاح الهاجري.